هذا السائل يسأل عن حكم حشد الناس ودعوتهم إجتماعا في ساحة الارادة والله أنا أقول أصل هذا الفعل وفتح مجال ساحة إرادة وساحة مش عارف إيش وميدان كذا هذا سبب فتن كثيرة يا ليت يغلق يا ليت يلغى ويوضع في شيء أنفع للناس هذه الساحة ساحة فتنة قالوا إرادة يعني كل واحد يعبر عن ما يريد لا خطا كل واحد يعبر عن ما عندك نصيحه تؤدي نصيحه بالتي احسن التي يقوى لا نفتح مجال ما فعل الكفار هذا مثل الحديقه المشهوره في لندن كل واحد ياتي ويتكلم بما يريد المسلمون للاسف يغلدون هؤلاء يعني اعمى والهذي فيه مفاسد كثيره وقد حصلت المفاسد وراء الناس باعينهم ذلك فاولا لا يجوز ان ندعو الناس لاجتماع هناك حتى يتكلموا حتى يتمردوا ثم لا يجوز تجاوز أمر ولي الأمر ثم نصيحة لمن بيده الأمر أن هذه الساحة لو تلغى والله خير حتى لولي الأمر فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق لولي أمرنا ولبطانته والمحبين والمخالفين أن نجتمع في هذه البلاد دون هذا التشنج وهذه الردود وهذه المفاسد والفتن عندك شيء أدينا النصيحة أدي النصيحة من غير تدميع الناس هذا اكثرها رياء شوفوا يعني انا شجاع وإني انا اتكلم والناس تصفق والناس تصفر هذا كله ما انزل الله من سلطان هذه تصرفات الكفار واخلاقهم انتقلت الينا يقلدهم تقليدا والا ليست من الاسلام في شيء نعم